علبة السجاير تزيد 5 جنيه مرة واحدة يعني حرام. في ناس ممكن تقدر تبطلها وناس مش كل الناس يعني اللي هتشتريها في الوقت ده. في ناس يعني مصروف على قدها تجيب سجاير ولا تجيب ايه بالظبط. يعني فاجئت الناس الموضوع ده صراحة فاجئ الناس. أنا نفسي واحد من الناس بطلتها. أعمل ايه؟ جيب علبة السجاير ب 20 جنيه مصروف 50 جنيه ما ينفعش. والله الناس ملاها تاكل ايه؟ يعني بدل ما علبة السجاير تجيب قفص عيش للبيت اه الواحد غصب عنه. هو بالنسبه للتجار اللي هم الاساسيين بتوع الجمله والحاجات دي فمش هتفرق معاهم، ده هم عايزين الحاجه دي. عشان ايه بتفرق معاهم؟ مثلا الكرتونه بيجيبها مثلا ب 10,000 جنيه بتبقى ب 12,000 ولا 12,000 ونص مش هتعمل معاه حاجه. اما بالنسبه للناس البياعين اللي هم زينا بتفرق معاهم. بتفرق معاهم في انا مثلا اجيب خرطوشة السجاير مالبورو ب 200 جنيه اروح اجيبها ب 250 جنيه. هو الواحد بيشرب له 3 علب في اليوم والله، يعني ما بيرضاش ياكل ويشرب السجاير دي من قرف الدنيا اللي الواحد بيشوفه ده والحياه وكده. بيشرب عن نفسي بشرب لي 3 علب. 3 علب بكام يا ابله؟ 3 علب بيخش لهم في 30 جنيه. 3 علب بشربه، يعني زي عامله زي الحشيش. والله عامله زي الحشيش. السجاير دي عامله زي الحشيش، لو ما لقيتهاش انزل الفجر ادور عليها. القرار عشان الناس تبطل شرب سجاير ده في مصلحة المواطن. حرام طبعا الناس اللي هتاكل، كل حاجة بتغلى وكل حاجة مولعة والناس هتسرق بعد كده. وبعدين قرار زي كده يعني لما تغلى علبة السجاير بيقول علبة السجاير الأجنبي تغلى 4 جنيه وربع، دي حاجة في حد ذاتها مرة واحدة شديدة. لو انت تغلي جنيه ولا نص جنيه احسن ما تغلي مثلا 4 جنيه وربع مرة واحدة دي. والله انا من رأيي ان هي كويسة عشان الواحد يحاول يبطل السجاير. هو الشعب تعبان بس القرار كويس عشان الشعب يبطل الحاجة المضرة. هي دام غليت السجاير اكيد هتغلى وراها البنزين وتغلى وراها كل حاجة في الدنيا، الفاكهة كل حاجة. لا مش حل، لا لا مش حل. حل ايه اصلا؟ حل ما غلي السجاير 4 جنيه وربع على العلبة و2 جنيه وربع على المصري. هتبقى هو ممكن هترفع معاه في حاجات تانية، هترفع في اقتصاد البلد. هو بص لها من الناحية دي. وبعدين السجاير يعني مش مهمة بس إن مع الناس حاليا على كده من الناس مش هتعرف تبطلها. هو لازم ان الحاجة تغلى عشان اقتصاد البلد برضه، عشان البلد تتظبط. غير كده مش هينفع، حاجة مش غالية مش هيبقى في اقتصاد في البلد. يعني حاجة حلوة برضه موضوع السجاير ده، ناس كتير هتستفاد من الموضوع ده هتبطلها. وناس كتير هتشتريها برضه، يعني في الحالتين هتتباع. احنا ولا شايفين حل ولا شايفين أي حاجة. اللي احنا شايفينه كل حاجه بتزيد، مفيش حاجه بتنزل. كل يومين 3 حاجه تغلى وحاجه تزيد. الانبوبه شوف بكام وده بكام والايجارات والدنيا والدين. والناس عايشه في التوهان، مفيش حد مستريح ومفيش حد يقدر يتكلم. والله الحل ان احنا نصبر على الدوله شويه بس. لا مش هقدر ابطل عشان اللي بيشرب سجاير ده بيشربها قرف، مش بيشربها دلع، بيشربها قرف من المعيشه. يمنعوها، يمنعوها احسن. يمنعوها خالص زي الحشيش وزي البرشام وزي الحاجات دي، تمام كده صح. لكن يقعدوا يغلوا التجار، تقعد تغلي وتقعد تغلي. ناس غلابه، ناس صناعيه ارزاقيه على الله. ما هو هيغلي عليها هيغلي عليه. ما انا لما واحد يقول لي تعالى شغلانه ادم ب 50 جنيه اقول له ب 100 جنيه ان شاء الله عني ما اشتغلت. ما هي كده بقى، ما بقى عافيه كده. انا تغلى السجاير وتغلى كل حاجه بس ابني ولا اختي ولا لما يروح مستشفى يلاقي يتعالج على نفقه الدوله حاجه كل حاجه. السجاير دي مش عادي. بس ادام انت غليت السجاير بقى كل حاجه تبقى كويسه في البلد. اللي احنا عايزينه ما عايزينش حاجه ثانيه يعني.